هكذا تواصلنا مستمر مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام مع عشاق الاصاله محبي هذه الرياضه العربيه الاصيله. شاهدنا هذا الصباح الجميل وبدايه موفقه مع انطلاقات هذا اليوم، وشاهدنا الشوط الاول مع النهضه الخليفه بن نصيب بخليفه الخيالي، دقيقتين 49 ثانيه 8 اجزاء من الثانيه، سلاله ضاري المختبر هانينا والناموس ايضا للمجموعه العلميه المتقدمه، هانينا لحمد بن علي ودرع العار اليحافي والاشهاب بن حمد بن علي ودرع العار اليحافي على فوز المهندس وتحقيق التوقيت الافضل في هذا الصباح، وسلاله سلفر ناصر بن قريع بالروس العامري، مبروك يا ابو سلطان على انتاج الفحل. هكذا مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام ينطلق شوط جديد من اشواط هذا اليوم، ومباشرة مع توافيق مبارك بن محمد بن سلطان الشامسي ايضا يتوفق في هذه الانطلاقة مع توافيق، بينما المركز الثاني وصلت رجوة راشد بن حمد بخميس البطيني يتقدم راعي شواهين، المركز الثالث العنود سلطان بن احمد بن سيف المزروعي ياتي ويقدم لنا العنود، بينما الهايلة لناصر بن مصبح بن علي بن حسن الشامسي وصل في هذه اللحظات يتقدم، والوصول من مهابة سالم بن علي بن هياي المنصوري وصل في هذه اللحظات على المركز السادس في سادس المراكز، ولكن الشعار غيرت خذت المركز الرابع حمد بن سالم بالغبش المحرمي، عودة إلى توافيق تفتتح الكيلومتر الأخير، هي في الصدارة، هي في المركز الأول، هي في مقدمة هذا الشوط والمركز الأول. يا سلام يا سلام على هذا الأداء المتميز. المركز الثاني رجوة راشد بن حمد بن خميس البطيني، والمركز الثالث هادي الهائلة ناصر بن مصبح بن علي بن حسن الشامسي، المركز الرابع إشعار حمد بن سالم بالغبشي المحرمي، المركز الخامس وين؟ ولكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى مقدمة الشوط، هذه توافيق، توافيق لمبارك بن محمد بن سلطان الشامسي على المركز الأول على الصدارة الأولى، هذه الهائلة وصلت الهائلة في المركز الثاني، الهائلة خطيرة ناصر بن مصبح بن علي بن حسن الشامسي في ثاني المراكز، والبطيني ثالثا مع رجوة يتقدم ياتي بهذه الاندفاع مع رجوة راشد بن حمد بن خميس البطيني، بينما اشعار على المركز الرابع ايضا حمد بن سالم بالغبشي المحرمي. هذه النتيجه مشاهدينا الاعزاء ومتابعين الكرام، غيرت الهائله، غيرت الهائله، خذت المركز الاول، خذت الصداره الاولى الهائله والشامسي ناصر بن مصبح بن علي بن حسن الشامسي في المركز الاول، عادت توافيق مره اخرى، ولكن الهائله 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 توافيق، الهائله توافيق، الله 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 الله، الهائلة في المركز الأول ناصر بن مصبح بن علي بن حسن الشامسي، المركز الثاني توافيق مبارك بن محمد سلطان الشامسي، المركز الثالث إشعار حمد بن سالم بالغبش المحرمي، رابعا رابعا رجوة راشد بن حمد بن خميس البطيني، وخامسا نوادر لناصر بن حمد بن راشد الغيلاني. هكذا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام شاهدنا هذا الاندفاع، شاهدنا هذا الانطلاق، نعود بالتوقيت الزمني مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، هنا التوقيت الزمني لحظات فوز الهائلة، الهائلة لناصر بن مصبح بن علي بن حسن الشامسي، دقيقتين 53 ثانية وأربع أجزاء من الثانية، بينما توافيق المبارك بن محمد بن سلطان الشامسي حصلت على المركز الثاني وقطعت المسافة، دقيقتين 53 ثانية وست أجزاء من الثانية، المركز الثالث كان الوصول من إشعار حمد بن سالم بالغبش المحرمي، دقيقتين 54 ثانية وأربع أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الشوط وعلى هذا الفوز لمالك الهائلة. هكذا أشواطنا متواصلة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام،
10 أشواط انقضت ليتبقى 15 شوطا في تحديات هذا الصباح الجميل، في تحديات هذا اليوم، أول أيام الموسم، أول انطلاقات الموسم. شكرا لاتحاد سباقات الهجن على هذا التنظيم الرائع وانطلاقات الموسم في جميع ميادين الدولة في نفس التوقيت في تمام الساعة 6 من صباح هذا اليوم، والخاصة بسن الحجايج. التواصل مستمر مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، تهانينا لكل الفائزين، تهانينا لكل المنتصرين في هذا الصباح الجميل.